طبعا الكلام عن عبد الرحمن كثير، الذكريات والشجون. عبد الرحمن المعلم والأستاذ والرفيق، كنا معا في تنظيم واحد، طبعا هو من القيادات هذا التنظيم هو حركة القوميين العرب. في ذيك الأيام ما لي معرفة مباشرة بعبد الرحمن النعيمي، بس هو في التنظيم، لأن بحكم العمل السري في تلك الأيام ما نعرف عن إلا المجموعة اللي إحنا معاها والمسؤول التنظيمي اللي اتصل بني بس. وما عبد الرحمن النعيمي ما نعرف عنه شيء في ذيك الفترة على طول، يعني نعرف شخصيات كثيرة اللي اتصلت بني، اجتمعت وياني مثل محمد عبد الملك، جاسم نعمي، كريم الشكر، وعلي السيد حسين، هذه اللي كانت الاتصالات المباشرة معه. لم نتعرف على عبد الرحمن النعيمي بشكل مباشر إلا عقب انتفاضة 65. في انتفاضة 65 الحركة طبعا انفشت، انضربت العناصر، انضربت الحركة القومية العرب كلها، يعني القيادات منهم من اعتقلوهم، منهم من هرب، بقت العناصر اللي ما تقدر تهرب يعني تبقى في البحرين، مجموعات من المخارقة، مجموعات من مصرة ومن الحورة. في هذه الأيام هذه المجاميع اللي كانت في حركة القوميين العرب وفي التنظيم السري كانت تبحث عن القيادات مالتي. طبعا القيادات كلها انضربت، اللي سافر واللي تخلى واللي راح يدرس، وغن احنا المجاميع نتصل تقريبا بالمخارقة والحورة. مخارقة خلف العصفور وعبد النبي العرادي وغيرهم، وأما الحورة فكان اتصالني وعلاقاتني التنظيمية كانت أحمد حارب. بعد هذه الفترة طبعا في عناصر قيادية اتي تبحث عن بقايا التنظيم، بقايا الحركة، فاتصلوا بنا جماعات كثيرة في ذيك الأيام. لكن في هذه الفترة بدأ عبد الرحمن اللي تقريبا 68 67 بدأت يطلع اسم عبد الرحمن عندني. عبد الرحمن طبعا كان في منطقتنا هناك يلتقي مراد عبد الوهاب وواحد صغير عنده اسمه عبد الرحمن يوسف انجينير، كان يلتقي وهم احنا كنا نقعد كلنا في شقة عبد الرحمن يوسف انجينير، وكان هنا نقعد هناك نتناقش، بس احنا ما نعرفه، هو ما يتكلم وايد عبد الرحمن في ذيك الفترة ما يتكلم، احنا نقعد نتناقش في السياسة، في الاشتراكية، في القومية، إلى آخر كل هذه المعزوفات. عبد الرحمن كان يجي هناك عندنا، وكان يانا الأخ والرفيق إبراهيم سند، أيضا أحيانا أحمد حارب، فأنا قاعد هناك نتناقش. إحنا في ذيك الفترة كنا نعتقد أن هذين الجماعة مال جماعة التحرير، يعني عبد الرحمن يوسف نعتقد أنه مقدم التحرير، لأن فعلا كان بعد يقعدون ويانا ناس من جبهة التحرير، أذكر أساميهم تقريبا خمدن، أعتقد من فريج الحمام، واحد اسمه خليل هو الآن محامي، يعني يقعدون ويانا نفس المناقشة. كان عبد الرحمن يجي بس ما يتكلم،
كنا احنا نشتغل نبحث عن القيادات، نبي نربط نفسنا من جديد بالحركة. في هذه الفترة اتصلوبنا عناصر، اتصلونا من الحركة قالوا لنا ابتعدوا عن القيادات. هني احنا جبنا عبد الرحمن، لكن ما تكلم شيء، ما نعرف عنه شيء، وايد قلنا يجي يقعد ويانا في شقة عبد الرحمن يوسف انجينير. انتبهنا للقضية في ضربات الكهرباء، دائرة الكهرباء، الضربات اللي صارت. احنا في ذيك الفترة كنا نعتقد ان الضربات، وهي يمكن صحيح يعني، اللي كانت تقيد الضربات الكهرباء جبهة التحرير، لان جبهة التحرير احنا يعني كنا حاطين ان هذه الضربات اللي قام بها جبهة التحرير، لان احنا الحركة ما عندها تقريبا برنامج عمالي، يعني اهتمام بالقضية العمالية والطبقة العمالية ما كان عندنا بشكل عادي. واحنا كنا نعتقد ان اللي قامت هو صحيح، يعني احنا طبعا تأثرنا طبعا في ذيك الفترة بجبهة التحرير لان كنا مجاميع. بعدين عبد الرحمن اتفقني أنا وعبد الرحمن النعيمي أبو نفور وإبراهيم سند على تشكيل تنظيم ماركسي ليني، يعني حال ما حد اسمع حال ما حد تكلم عنها، يعني اتفقنا على تشكيل تنظيم ماركسي ليني. احنا عرضوها شكلنا الجبهة الديمقراطية، الجبهة الديمقراطية، خاصة عندما صارت الانشقاقات في الحركة في على مستوى الوطن العربي، اللي هي صارت الجبهة الديمقراطية وصارت الجبهة الشعبية، جورج حبش، نايف حواتمي. احنا بعد هني انقسمنا نفس الشيء. في هذه الفترة احنا شكلنا الجبهة الديمقراطية، جبهة الديمقراطية تنظيم اللي شكلناها ماركسي ليني، يعني يمكن ما حد هني ما يحب يسمع كلمة ماركسي ليني، لكن بلا التاريخ يعني هاي اللي صار. شكلنا الجبهة الديمقراطية اللي هي تنظيم ماركسي ليني. إبراهيم سند اتصل بني قال احنا شكل، كان يتصل بعبد الرحمن النعيمي وابو نفور واعتقد قاسم حداد. فكانت هناك بيان ظهر عن الحركة الثورية الشعبية، فاتفقنا ويا إبراهيم سند والجماعة الباقي ان احنا نخلي الجبهة الديمقراطية واجهة وميدان للعمل لكي نحقق الحزب في المستقبل. كان في البداية كان نبي نكون تنظيم حزب الشقيلة الديمقراطي. هني في البحرين صارت طبعا صراعات واختلافات، واحنا بقينا بروحنا، بس الاتصال كان بيني وبين إبراهيم سند وأحمد، وكان إبراهيم سند على اتصال عبد الرحمن النعيمي ومحمد بن نفور على أساس الحركة الثورية الشعبية. فاتفقنا على ان احنا ننخل اللي هي الجبهه الديمقراطيه اللي عندنا، ناخذ العناصر الجيده ندخلها في الحركه الثوريه الشعبيه، والبقايا نخليهم يعني انصار ونشتغل عليهم. في هذه الفتره بدا يظهر مثل ما قلت لكم اسم عبد الرحمن عندنا، لكن مو يقعد ويانا يعني عبد الرحمن. لكن في مرة من المرات أنا اتصلوا بناس، واحد يانا من الكويت، قال في واحد جاي من الكويت، أنا عاد ذاكرتي الشخص اللي يانا من الكويت قال واحد يبيكم في المحرك. أنا أذكر أنا قاعد في المحرك في استيشن في بيت، اسمي لك عبد الرحمن، عطاني منشورات وزعوها، قال لنا المنشورات عن ثورة عربستان
عن ثورة عربستان أعطاني ووزعناها طبعا. هذا الشخص ما شفته بس أنا أشك إن عبد الرحمن. هذه اللي أنا المحطة الأولى اللي تعرفني بعدين عبد الرحمن اعتقلوه في البحرين وسافر. فإحنا عقب ما اجتمعنا في بيت قاسم حداد لتشكيل الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي في بيت جاسم حداد كنا في المحرق، عقب ما تشكلني تقريبا جبهة شعبية عناصر وايد هنا موجودين بعضهم موجودين عندي توزعني ووضعوا خطة للعمل لعقب العمل أو برنامج ل 71 72 كان أول نقطة. طبعا حركة الثورة الشعبية والجبهة الشعبية ترم هاي تنظيمات ماركسية يعني صار يعني القوميين في هالفترة كلهم صاروا ماركسيين بعد بعضهم كانوا يزايدون يعني. في هذه الفترة صارت الجبهة الشعبية لتحرير عمان خليل، وبعدين احنا في الحزب وفي نفس الوقت في الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي، لكن الجماعة تالي تخلوا على عن الحزب يعني بدأ الحزب القوى يعني ما مش حزب كله جبهة شعبية. طبعا هي غلطة يعني ما نقشوها لأن المفروض الحزب يبقى لأن الحزب هو عبارة عن التنظيم الاستراتيجي من الأهداف البعيدة، وكان هاي غلطة عودة يعني لأن خلط الحزب بالجبهة كل شيء، وهذا طبعا أسلوب معلمي. هناك صارت لجنة وزع انتخبنا قيادة في بيت جاسم من هشام الشهابي قاسم حداد منعم الشراوي ومنعم يوم شراوي بعد في أشخاص ما أعرفهم كامل يمكن عجز الحسن أعتقد يعني في عناصر هيك موجودين أنا ما أعرفهم وايد كلهم أنا على الأشخاص اللي نعرفهم أحمد حارب كويانا بس إحنا صرنا في اللجنة العمالية أنا محمد عبد الله مطيوي أحمد حارب كنا في ومنعم كان مسؤولنا اللي اتصل ابني في ذيك الفترة كان تخطيط لتشكيل اللجنة التأسيسية العمالية في البحرين اللي ظهرت تالي. بدأنا احنا نشتغل انا اعطوني لنقابة المعلمين مطيوي حق العمال واحمد عارب ايضا حق العمال بدأنا نشتغل بدأوا يشتغلون الجماعة. ما اريد انا اطول عن هالفترة التفاصيل كلها انما صارت هني عندما اتصل عبد الله مطيوي والجماعات بجبهة التحرير طبعا عناصر من جبهة التحرير وشكلوا اللجنة التأسيسية في البداية. عندما شكلوها طبعا طلعوا يطالبون العمال والمدرسين توقيعات انضربت اللي هي اللجنة العمالية في ذلك الأيام واعتقلوا قيادات النقابات نعم عباس حواشي أنا التقيت له في السجن عباس حواشي التقيت به أحمد حرب يعني الجماعة اللي كلها يروحون السجن ويانا يعني أسبوع في البيت أسبوع في السجن وكل هذا من جبهة التحرير من جبهة الشعبية ما مش غيرهم يعني اللي كلها في السجن. عقب اعتقالاتني عقب ستة أشهر بعد ستة أشهر أو أكثر أطلق سراحني أنا طبعاً أفصلوني من التدريس طردوني مرة واحدة. في ذيك الفترة تميت أنا بالسلوي يعني بعدين اتصلوا بواحد أعتقد ما عندي شغل ولا شيء بعدين تميت قلت أنا بطلع وأسافر برا الرفاق قالوا لا أنت حنسافر وهذا رقم تليفون اتصل لما حصل شغل ولا في الامارات كنت بروح الامارات اذا ما حصلت شغل
اتصل بالرقم التليفون دي. فسافر طبعا بيزات ما يبتسم عبد الرحمن للحين. خلنا يبتسم عبد الرحمن بقول لك الاساسي هذا كله مقدمه. المهم نقفز شويه نقفز. المهم رحت انا الامارات. قبل رحت الامارات طردوني المعلمين من هناك قالوا احنا انت ممنوع عليك تقعد. انت طردوني الوفد العماري اللي موجود في ابو ظبي. رحت التقيت بواحد كان في حركه طلاوي من العرب. وبعدين رحت نزلت الى دبي وهناك اتصلت وياني الرفيق مراد عبد الوهاب. اتصل بمراد عبد الوهاب قلت له حن انت وراي وراي اروح منين تجيني كل مكان لانه هو نبه واحده. بعد رحت هناك انا بيروت وهو اللي ياني. المهم اتصلت بهذه قال لي انت حن اصبر هني بعدين باي. يومين ثلاثه ياني شلت وين ودوني حطوني في خليه هنا. بعدين ودوني في مكان في خن مال تمر. الخن مال تمر في خن يعني مال تمر وفي مال تنظيم كله في مستمسكات تنظيميه وخلوني ارقد فيه. عاد انا بيني وبينكم في الخن خن وفي ريحه التمر وفي كتب وما راحه وخلوني خلاني انا قاعد فيه راقد. انا خفت فخفت قلت الحين يمكن يطبون. المهم احنا بعدين ياني مراد خلينا نخفز شوي. ياني مراد قال قوم. رحت حق له هناك عبد الرحمن النعيمي في بيت ومطير ويع ومراد. في هذه الفتره طبعا ما صار قاعده مريحه لان كنا مطاردين. يعني كان عبد الرحمن النعيمي ومراد مطاردين. كانت الشرطه تطاردهم مكان لمكان يعني يطاردون بمسدسات. فانقلونا بعدين الى الشارجه. هناك في الشارجه بعد في بيت في المنطقه عسكريه بالضبط البيت هناك في ستانس وفي اشياء. كانوا يجون هالعمان ويجون هذه. فاحنا كنا نطبع كان هني التعارف المباشر مع الرفيق عبد الرحمن. طبعا انا اشوف في ناس تمللها فلذلك انا بقولها بشكل سريع. مع عبد الرحمن هناك دخلنا في دورات عن الفكر الماركسي وتدريبات بعد عن اشياء يعني ما يحتاج نقولها. وكان عبد الرحمن في هذه الفترة هو اللي يكتب المنشورات يوديها حق واحد شخص يطبعها على الآلة الكاتبة. وبعدين عندنا احنا ستانس كبير داخل احنا نطبعها عقب ما نطبع المنشورات نوزعها على عناصر الجبهة الشعبية في عمان وفي يونا يعني هون في البيت. كل واحد ياخذ حصته ويروح. هذا انا اشوف هذه طبعا عبد الرحمن عبد الله مطيوي ايضا كان مؤجر بعد مطاعم مال ناشف ما ادري شو مطاعم. اي رحنا هناك وهناك رحنا قلت له حتى وين جايبني؟ قال بنروح نتغدى. تغدينا ببلاش ما اخذوا علينا. قلت له قال لي هذه مالني. شلون مالك؟ بعدين ولا تشوف الا جايبين لي الدمقات مال الجوازات وجواز بورتات في زي حق التزييف حق الهرم. قال يعني شو تسوي لنا؟ كله عندنا في ذي الفتره. بعدين عبد الله مطويع هو طبعا عبد الله مطويع متعود كله يشرد حتى في البحرين.
قال أنا يلا لأن في ملاحق وتجينا أخبار أن واحد اعدموه، في ناس اعدموهم من الجيش وناس اعتقلوهم وإحنا ملاحق. ها خافوا ان شاء الله. بعدين هني في هذه الفتره يعني قام عم طويع وجهز نفسي ووصلت انا اذكر عبد الله الطويع للميناء، راح في لنج عبد الله الطويع في لنج. ثاني باقي عندي لا مراد عبد الوهاب، بعد جاءوا قالوا لي انت تروح وصل مراد الى المطار، اذا يودوا اسرد وهده. شلون كذي؟ قال ايه، وعطوني شيء انا ما اعرف له يعني. بعد تالي بعدين عبد الرحمن النعيمي بعده نفس الشيء، عبد الرحمن كتب المنشورات وقال لي روح دبي، روح دبي بيك واحد وترستانسل وحرقوا الوثائق اللي موجودة فيه. رحت ما ياني ذاك الشخص يعرف طيب حمار، لقاني الثاني الشخص قال لي ليش ياي؟ احنا الناس يعتقلون انت ياي هني. قلت له قالوا لي كذا كذا. قمت دخلنا، المهم دخلنا الخن وحرقنا اللي هنا، حرقناهم وكل شيء شردني. وقال لي فما الله يا رفيق. ورحنا وين؟ رحنا لهذي آخر واحد كان عبد الرحمن خد تذكرة لي وقال لي شوف انت لو جبت الستانسل اطبع المنشورات بيونك وعقهم وذي. قمت انا رحت بعد ورا اوصل فوق في المطار وشفت عبد الرحمن لين شرق ركب في الطيارة وراح، رجعت بروحي. المهم طبعنا الستانسل وانا اطبع الستانسل شارت احتاريت احنا شنو نكملهم. اللي طاق علي واحد رفيق، هم عبالهم عماني لان شكل عماني. رفيق شلون؟ قلت له والله شارت عليه. قال يلا قوم هذه مسكين وشرخ وياي ويمعنا المنشورات، يمعناهم. وبعدين كل ساعتين جماعة تأخذ المنشورات. اللي يقول لي واحد نلتقي في سجن الجلالي، قلت له طل الورق ديرتي ايه سجن الجلالي يصدونك بس ما تطلع. وخلص. وبعدين عقب ما خلصني طبعا في اشياء تفصيلية بسيطة لكن ما نبي نضيع الوقت كله. المهم قبل الختام بس ربي أقول الشيء العاطفي اللي بيني وبين عبد الرحمن، يعني كله أنا تكلمت كله كلام، يعني عبد الرحمن النعيمي أخ ورفيق وعزيز، ويوميا إحنا نجلس نتذكره ونتذكر اتصالات ابني من الخارج يتصل ابني. وعبد الرحمن يعني يوم ده انتقل إلى رحمة الله شوي نفسيا إحنا اهتزيني، يعني اهتزين هاي صدق يعني مو كذب. فعبد الرحمن اللي يبيه هو بناء التنظيم الوطني الديمقراطي الوحدوي الحقيقي، هاي حلم عبد الرحمن، يعني حلم عبد الرحمن. صح انه كان عنده حلم بيسوي حزب ماركسي واحنا كنا وياه، كنا احنا المجموعه اللي ساندوا في ذيك الفتره هني، لكن عبد الرحمن حلمه لا كان يبي تنظيم وحزب. كل اللي اقدر اقوله عن عبد الرحمن، طبعا احنا بنلحق عقب ايام ما ندري، يعني كل اللي اقدر اقوله سلام عليك يوم ولدت ويوم ناضلت ويوم تولد حيا تحت رايات الامه العربيه. شكرا.